بطولة الأندية العربية الـ27 دي يمكن من زمان قوي البطولة دي ما لم تقام في مصر. كنا دايما متعودين ان هي بتقام يا اما في الأردن يا في المغرب يا في لبنان، دول اكتر 3 دول استضافوا بطولة الأندية العربية. بالنسبة للبطولة ديت في 15 نادي رجال و7 أندية من السيدات جايين من 11 دولة عربية، جميع دول الخليج ممثلة، السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر، العراق جاية برضو فرقة، لبنان، الأردن، فلسطين والجزائر ومصر. دي الدول اللي موجودة في البطولة. يعني البطولة من 7 لـ 14 نوفمبر هنا في شرم الشيخ. الاتحاد المصري لتنس الطاولة كان مستضيف الأسبوع اللي فات بطولة العالم لتحدي قارات للأشبال لتنس الطاولة. احنا طبعا كنا ملتزمين مع الاتحاد الدولي بمستوى عالي جدا من تجهيزات الصالة، زي ما انت شايف هنا يعني التجليد اللي موجود للصالة، الأرضية بتاعة تنس الطاولة، وضع الطاولات، وضع الحواجز بتاعتنا. فاحنا يعني حبينا ان نعمل بطولة الأندية العربية بعدها مباشرة بعدة أيام عشان يعني نخرج بطولة عربية نموذجية ما شافوهاش قبل كده في أي بطولة أندية عربية من قبل. وده فعلا واقع، ان يعني عمر ما بطولة الأندية العربية ما استخدم فيها أرضية مخصوصة لتنس الطاولة، عمر ما كان فيها وضع الحواجز ووضع الصالة وشكل الصالة بهذا المظهر المشرف المبهر. الوضع ده بنعمله عشان نبين مكانة مصر في وكمان حاجة تانية، ان كان في اعتراض من بعض الزملاء في الجمعية العمومية بتاعت الاتحاد العربي ان البطولات العربية لا تخرج بالمستوى الرفيع اللي احنا بنشوفه بالنسبة للبطولات الدولية الاخرى، وبيعيبوا ان دي مشكلة عند الاتحاد العربي. احنا حبينا نثبت كاتحاد مصر لتنس الطاولة ان هي الاتحادات المنظمة لو هي اللي عملت الشغل الجامد وعملت اللي عليها، مش الاتحاد العربي لا يلام في ذلك. هي محتاجة ان احنا نعلى، يمكن الاتحاد العربي بس محتاج ان هو يعني يشترط اشتراطات دقيقة زي اللي بيشترطها الاتحاد الدولي في إقامة البطولات، فهم نضطر ان احنا نعملها على المستوى اللائق بالاتحاد العربي زي ما هم عايزين. يعني نحن نعيش اليوم عرس رياضي حقيقة، يعني نشاهد تنظيم رائع واكثر من رائع، فلهم الشكر ولهم التقدير، وايضا التقدير موصول لكل الشعب المصري ولقيادة الشعب المصري. نحن نعيش في حضن العرب، في بيت العرب، في بيت السلام والأمان، فلهم الشكر والتقدير، وإن شاء الله دائما يدوم الله الأمن والسلام على هذه الأرض الطيبة. نحن نشعر أننا في بيوتنا كل الوفود العربية المشاركة. هذه البطولة يا أخي هي بجانب بطولات أخرى، لدينا بطولة المنتخبات العربية ولدينا بطولة كأس الاتحاد العربي، وهذه البطولة هي البطولة الأحدث، أصبح عمرها الآن 27 سنة ونفتخر بانتظامها واستمراريتها، وأيضا أصبحت من أقوى البطولات لأنه يشارك فيها لاعب محترف من دول العالم الكثيرة، وبالتالي صارت تلفت الانتباه هذه البطولة. المشاركة فيها جيدة، الإعداد والتنظيم رائع، أعتقد أنه بنشاهد إن شاء الله منافسات قوية ربما تظهر من الدورة التمهيدية، لكن الدور النهائي بيكون فيه منافسات قوية جديدة. نأمل إن شاء الله نحصل على بطل جديد لهذه البطولة، وأتمنى التوفيق للجميع. هذه البطولة التي يقيمها الاتحاد المصري لتنس الطاولة في أرض الفيروز سيناء، مشاركة من الاتحاد المصري للطاولة في انتشار السياحة الرياضية في مدينة جميلة زي شرم الشيخ، بنستضيف بطولة الأندية العربية، ودي عقب استضافة الاتحاد لبطولة العالم لتحدي القارات اللي كانت موجودة الأسبوع الماضي، ودي الحدث الثاني في خلال يمكن شهر واحد. الاتحاد المصري للطاولة بيستضيف حدثين هامين، بطولة العالم لتحدي القارات وبطولة الأندية العربية اللي احنا بصددها اليوم 27 لكرة الطاولة. ويعني حقيقة احنا سعداء كل السعادة بوجود الوفود العربية اللي شاركت في هذه البطولة، اللي حقيقة بتشيد إشادة كبيرة جدا بالتنظيم الجيد اللي أقامه الاتحاد المصري ده، فضلا عن المدينة الخلابة
والجميلة شرم الشيخ اللي حقيقة تستطيع أن تبرز الوجه الحضاري لبلدنا جمهورية مصر العربية. وإحنا حقيقة في هذه الظروف اللي بتمر بيها البلاد حبينا يكون لنا دور إيجابي في تشجيع السياحة الرياضية في هذه المدينة، ومش هنا بس، إن شاء الله نقدر إن إحنا نقيم بطولات في الأقصر، في أسوان. إحنا يعني الاتحاد فيه 22 فرع بيمثلهم 22 محافظة في المعمورة، ونشاط الاتحاد المصري كبير على أرجاء المعمورة. بنحاول نحن نوزع نشاطنا في كافة المحافظات، سواء البطولات المحلية أو البطولات الدولية أو العربية أو الأفريقية. احنا السنة دي حقيقة منظمين 4 فعاليات دولية، كانت في شهر يناير واحدة أفريقية، دي كانت بطولة الأمم الأفريقية، وحقيقة ربنا أكرمنا وفزنا بها بالمركز الأول. وأيضا نظمنا بطولة مصر الدولية كانت في صالة وزارة الشباب والرياضة كانت في 6 أكتوبر، وقبلها اللي هي في شهر يناير كانت في استاد القاهرة. وإحنا النهاردة في شرم الشيخ بننظم حدثين، بطولة العالم لتحدي القارات وبطولة الأندية العربية 27. الاستقبال كان رائع جدا من الاتحاد المصري، واتينا لهذه المحافظه الجميله. انا اول زياره، والوفد اول زياره لنا لشرم الشيخ، وفعلا محافظه جميله ورائعه جدا. بدايه البطوله شرم الشيخ الحقيقه بلد رائع جدا جدا جدا. انا فعلا انبسطت، وفكر اجي الاهل ان شاء الله، حرجع مره ثانيه ان شاء الله هنا. المشاركة الخلود، احنا جايين نمثل المملكة العربية السعودية مع شقانا نادي الاتحاد. ان شاء الله باذن مجموعتنا ان شاء الله فيها فرصة نتأهل باذن الله، معنا ابطال ونجوم مثل المملكة، معنا كابتن خالد الحربي كابتن المنتخب السعودي لاكثر من 20 سنة، هو اصلا النادي عندنا. باذن الله ان شاء الله ان ننافس ونظهر مظهر مشرف باذن الله. نادي الخلود هو المشارك مع نادي الاتحاد من المملكة العربية السعودية، ووقعنا في المجموعة الرابعة، وإن شاء الله نطمح في التأهل إلى الأدوار النهائية إن شاء الله. طبعا الفريق يتألف من 5 لاعبين، تم إعدادهم بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وبمشيئة الله يعني إن شاء الله أنه نطمح أنه نقدم مستوى مميز يعكس واقع تطور كرة الطاولة في المملكة العربية السعودية ونادي الخلود في محافظة الرأس. طبعا التطور في المملكة العربية السعودية، طبعا المنتخب السعودي في آخر بطولة عربية الحمد لله حقق المركز الأول، والمركز الأول في الفردي والمركز الأول في الزوجي، وأيضا في بطولة الخليج حقق المركز الأول، والدورة الخليجية حقق المركز الأول في وأيضا الفردي والزوجي. وإن شاء الله نكمل مسيرة التطور المنتخبات في تحقيق نتائج مميزة في بطولة الأندية العربية إن شاء الله. بطولة الأندية العربية بطولة مميزة في جدول نشاط الاتحاد العربي لكرة الطاولة، ولم تتأخر أي عام عن التنظيم، وأنا سعيد أنها بتقام هذا العام في مصر في شرم الشيخ، وخصوصا بعد الصدى الكبير اللي كل المشاركين أبدوه وإحنا في اجتماع القرعة أمس، وكلهم سعداء بالملعب على أحسن ما يكون زي أي بطولة عالم، كله سعيد بالإقامة وبجمال مدينة شرم الشيخ. ودي حاجة الحقيقة أنا أهني عليها الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ونجاح كبير بعد تنظيم بطولة العالم تحدي القارات للأشبال الأسبوع الماضي. الحقيقة يعني كل ده أنا بعتبر أنه يعني إن شاء الله يكون في ميزان حسنات الرياضة المصرية لتمحو أي صورة أو أي إشاعات مغرضة بيصدرها البعض من الدول التي ترغب في إثبات أن مصر فيها مشاكل أو محاولة إلصاق أي عيوب أو معوقات فيها.
الرياضة إن شاء الله تكون هي الواجهة الحضارية لمصر، والتي تثبت أن مصر بلد الأمن والأمان، وإنها عندما تستضيف مثل هذه البطولات على المستوى الدولي أو المستوى القاري أو المستوى العربي بتكون على أحسن ما يكون، وبتكون في أفضل صورة أمام كل المشاركين. مش أول مشاركة لنا، يعني شاركنا من قبل عدة بطولات. آخر بطولة شاركنا فيها هي كانت في الأردن مرتبة الرابعة، وعلى التنظيم كامل لا بأس به، ولكن في السيدات هناك نقص في المشاركة، يعني إحنا 8 فرق بس إن شاء الله يعني يتحسن. خسرنا مع فريق الزمالك، يعني هو خصم فريق الزمالك المصري، هو خصم قوي، خسرنا 3-0. أول شيء في البداية نبارك للمنتخب الجزائري الفوز في المباراة، أداهم صراحة كان رائع، وبالنسبة لنا نحن هارد لك، وإن شاء الله البطولات الجاية. وعدنا طبعا باكر مباراه مع المنتخب المصري، الفريق المصري نادي الاهلي، ان شاء الله نقدم اداء افضل. بالنسبه لنا المشاركه في هالبطوله، نحن مشاركين كاعداد وتهيئه، بالنسبه لان نحن عندنا بطوله بتكون ان شاء الله في الشارجه، بتكون شهر فبراير، شهر 2 فبراير، فنحن جايين هنا كاستفاده، اكتساب خبره، منافسة اللاعبات والمشاركة الأندية المشاركة، ونقدم يعني نستفيد من هذه المشاركة.